هيمن. ايه ده؟ ايه يابا ده؟ انت بتصحيني بالخشبه؟ انت بتصحي معزه؟ مش القصد، انت لازم تصحى دورك دلوقتي عشان عايز اروح الحمام. وانا نايم على باب الحمام، ما انا نايم هنا مطروق. مش هينفع كده يا جماعه، بجد this is too much. لازم نشوف لنا حل. انا مش عايش مع جوزتي في البيت. مين يا اختي؟ مونستر. برضه مين يا اختي؟ اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم يا خالد. بقول لكم ايه، احنا بقى ندور على شيخ نخليه يجي يصرف لنا عفاريت دي. انا هنزل اجيب شيخ دلوقتي وننهي المأساة دي. استنى يا ابني استنى، هو فعلا المسألة عايزة شيخ، بس مش اي شيخ، الحتة دي عايزة شيخ معلم يجيب ام العفريت ده ويفرتكه. شيخ مين؟ شيخ البلد. ألا لو ألا لو خلف ولد. ألا لو ألا لو يا فرحته المنشارة عامل فرح لخلبته. شيخ البلد شيخ البلد. يا دي النبي يا رب، هي دي الحياة، هي دي الحياة. أنا هنزل أجيب الشيخ ده، بس هو هيسيب سبوع ابنه ويجي عادي؟ هيجي، هيسيب البلد ويجي. ارحمني يا رب ارحمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا جماعة، طلبتوني عايزين في ايه؟ انت ايه ما قلتلوش ولا ايه؟ والله العظيم انا قايله 70 مرة لحد دلوقتي. في يا عم الشيخ؟ بص حضرتك، هو احنا عندنا هنا في البيت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عفاريت. عفاريت؟ يا مشيخة في اه في عفاريت، امال احنا جايبينك ليه؟ لا اوكي عفاريت مفيش مشكلة، بس هو اصل المسألة الحقيقة تخصصات عندنا، يعني انا متخصص جن، عندي زمايل كتير جدا متخصصين عفاريت. اصل احنا في سنة ثالثة بنتشعب، في عندنا يعني في ناس تروح جن، ناس تروح عفاريت، إدارة أعمال كده يعني. على فكره انا عامل دبلوم بتاع عفاريت بس ما كملتش. دي جامعه ايه بقى؟ بخ خضيتك صح؟ لا ما اتخضيتش. لا دي اسمها كده على بعضها، بخ خضيتك صح؟ ودي فين دي؟ لا دي اتهدت خلاص لانه اكتشفوا ان هي مبنيه على تراب وكده يعني. ده ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هيدوخر هو معايا، مقاوح معايا كتير وده منين؟ طيب استاذنكم في سجاره؟ انا معايا سجاير. ايه؟ عايز سجاره؟ اه الحقيقه معلش نسيت السجاير في السياره، بعدين اصلا بقيت ب 24 وكده. أشكرك. يا سلام. خير يا جماعة، عاوزيني في إيه؟ أؤمروا. أيوة يا أستاذ، كاميرا تسعة بكرة إن شاء الله، وتجيب معاك ست أطقم منزلي، ست رواب، ست جلاليب، ست بيجامات. ايوه ما هم مشهدين، بس الستايلس بتقول لك جايز حد من الزملاء ما يكونش هدومه كامله يعني، فنكمل من بعضينا، ما انتم كبه واحده بقى. صباحك فل، طوال عسل يا عسل. يا عم عمران فين الناس؟ يا عم عمران وفين الجردات اللي كنت هتجيبها؟ داخلين علينا يا استاذ. مش هتشغلهاني تاني انت الشغلانه دي يا عم عمران؟ ويجوا يقعدوا بالست ساعات يقول لك اصل الديكور ما كملش. يا ساتر. جرد 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 جرد. مساء الفل يا ريس. صباح الفل يا باشا. ازيك يا عم عمران؟ اهلا 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 اهلا. كابتن سامي قال انك عايزها في اوردر النهارده. بقول لكم ايه، جاب لكم اوردر النهارده 100 100، اوردر كبير وجميل، هتضربوا نجمه في خماره، هتعدموه العافيه. علاء مرسي ما انتوا عارفينه مش هياخد في ايديكوا غلوه. خناقه متصممه ولا نعيش الخيال؟ لا هتعيشوا بقى مع خيالكم، هتعدموه العافيه. بسيطه وسهله، تؤمرنا مع عمران. يلا روحوا جهزوا انتوا دلوقتي والبسوا، عايزكم تشرفوني قدام الاستاذ، ده داخل على مسلسل 60 حلقه في دبي. حاضر يا ريس. يلا باذن الله يا ريس. بالسلامه يا شباب. ودي اوردر خلصنا منه. انت معزم نفسك ليه؟ ما تاخد دي اسهل يعني. لا لا اشكرك انا بس بمرق، بعدين الواحد ما كانش يتعب دلوقتي في شباب ويتعب امتى؟ بص بقى حضرتك مع السلامه كده، وانا هتعامل، انا عايز اعيش مع الجوست، عجباني الجوست عايز اقعد معاها. يلا يا مرتضى وصله. اهدي اهدي شويه لهف، اهدي يا عم. تهدى ايه؟ ده احنا محتاجين شيخ يمشي لنا الراجل ده من هنا الاول، بعدين بقى نجيب شيخ تاني يمشي العفاريت. انا من الاول مش برتاح له يا جماعه، اهدوا عليا شويه، المساله مش بالسهل. انا افتكرت
افتكرت. على فكرة بقى بيتكم ده فيه عفريت. لا يا راجل أنا عاجبك قوي. أنت قلت له خالص. طيب نجهز بقى. أستاذن حضراتكم، مش عاوز حد يعيط، مش عاوز حد يصوت. حبيبي أنت مش عاوز يصوت ولا حد ولا خلاص بقى علوة بيبو لايت. مش عاوز حد يصوت خلاص بقى يا سيدنا الشيخ. واللي قلبه ضعيف يستأذن وإحنا هنحكي له كل حاجة، مفيش حاجة تفوته يعني. يلا يا جماعة إحنا قاعدين في بنزينة ولا إيه؟ استأذنكم في سجارة؟ حضرتك بتحرق سجاير أكتر ما بتحرق عفاريت. معلش أصل ال بطلها من سنين. إنما لا أنا مش لا خليها والله ما هيراجع. حبيبي أنا مبطلها صدقني. أي سلام. يلا محتاجين شوية حاجات نجهزها. قول عايز ايه؟ محتاج مية سخنة ومج أبيض. مج مش كوباية، الكوباية بتيجي للجني. مج أبيض ومية سخنة. يلا استأذنكم بسرعة. حاضر حاضر يا سيدنا الشيخ. مج أبيض ومية سخنة. مش مهم. مش هتطلب نملة متطلقة والحاجات دي ولا ايه؟ وارنب يتيم بقى والحاجات دي؟ لا يا حبيبي لا لا، ده الشغل بتاع السينما والهواه. انا دارس. ادي الكوبايه والميه السخنه. يزيد نخلص بقى. يزيد فضلك يا فندم. انا شاكر لسعادتك جدا. العفو يا اخويا. المعلقه بتاعتي لان بخاف جدا من الامراض والبكتيريا والحاجات دي. لا وبقرف. اهلا شيء شايف في الموضوع بتاع شيء لزوم الشيء والحاجات دي، الاعلانات دي بهدلتنا. يا ميسر الحال استاذنكم ثواني معلش، انا مبطله بقالي سنين فمش عايز ازود. ده شيح. ده شيح. الشيح لو جن. انما ده في حاجه هتفرقع او كده دلوقتي؟ لا يا فندم ده شيح عادي. بسم الله الرحمن. يا سلام احمد دي مشربش غيره. فاضل مين؟ ايه ده؟ ايه اللي بهدلكوا كده؟ انتوا ايه اللي وداكوا عند الشحات مبروك؟ لا هو نفس الاوردر علاء مرسي. ما يرضاش البهدله اللي فيها دي يا عم عمران بالضرب دوت. ولا اعرف منين ان علاء مرسي هيطلع جامد ويضربكوا ويعجنكوا العجله دي كلها. ما ينفعش. لا يا عم عمران. عايزين ايه يعني؟ الشرايط. الله. الشرايط يا عم عمران. بقول لك ايه، شغل العضلات ده اوعى تعمله عليا. لا انت اول ما جيتني انت كنت رفع الخله اللي بيسلكوا بيها السنان. لولا انا كنت بشغلك في اعلانات بنك الطعام واعلانات السمنه. الشرايط لو ما جاتش هدغدغ الاستوديو على اللي فيه. انا مجنون. مالكوش عندي حاجه. كل اللي لكم عندي. اتفضل يا سيدي ادي 200 جنيه هاتوا بيها علبه امين وانتم مروحين. العلقه دي كلها ب 200 جنيه؟ لا لا احنا لينا باقي. بقول لك ايه يا استاذ علاء. ما تخلصنا بقى حضرتك. بس الحركه دي انا بعشقها. ما تخلصنا بقى يا عم، انت جاي تضيف. لا معلش سامحيني، يعني اعمل الشغل بمزاج ولا اقلبكم؟ لا تقلب مين، احنا ناقصين قلبه. اشتغل سعادتك بمزاج. الشغل بمزاج يبقى بمزاج. معلش نركز بقى في اللي هقوله ده. كل واحد ياخد باله من اللي هقوله دوت عشان خلاص كفايه ضيفنا نشتغل. انا هقول الحلوه حياتي وروحي واقول له ايه. حضراتكم هتقولوا ايه ايه مرتين. لو قلت بحبه الحب شويه عليه حضراتكم هتقولوا ليه ليه مرتين برضو. وانا ربنا يقويني بقى في السولو بتاعي بتاع ده حياتي وروحي واقول له ايه. طيب تحب اعمل لك ايقاعات مع الاغنيه؟ اوعى. ليه؟ بكره ده جدا. طب بص حضرتك انا هقوم بقى وما تخلصوا قولوا لي بقى. استني استني عشان الكورال هيحتاجوني يعني قوي. طبعا يا فندم هيفرق الصوت. خلاص بعدين هتقولي تروحي فين؟ انا كمان بخاف جدا. يلا الحلو حياتي وروحي واقول له ايه؟ لو قلت بحبه الحب شويه عليه. ده حياتي وروحي واقول له ايه؟ ترارارا ترارارا ترارارا.
ماما طب قولي لها تيجي كده شويه عشان العفريت هينزل في نفس المنطقه. حضرتك مش فاهم، ماما هي العفريت. مامتك هي العفريت؟ ايوه. يعني انا نجحت؟ طيب استاذن انا بقى لان دي لحظه عائليه خاصه تنفردوا بعضيكم. استاذنك في السيجاره؟ طيب خلاص انت معلش. ايه رايكم في الدخله دي؟ الحقيقه مش متوقعه. بص انبسطي مع الولاد بس اخرك نص ساعه، انا ماضي ورق تعهد عشانك. ها ما تصغرنيش فوق. يلا مش عارف ايه الدخنه دي. استنى استنى يا مشيخ خدني معاك. استني يا ماما رايحه فين؟ ماما